بنعمة ربنا هنتكلم في الفيديو دوت عن الكتمارس. الكتمارس هو الكتاب بتاع الكنيسة اللي فيه القرايات اللي بتتقرى كل قداس. القرايات اللي في القداس هي لو ابتدينا من العشية تبقى 9 قرايات: مزمور وإنجيل في العشية، مزمور وإنجيل في باكر، وفي القداس في 5 قرايات: البولس، الكاثوليكون، الإبراكسيس، ومزمور وإنجيل. ازاي نفتح، ازاي الشماس يدخل الكنيسه يفتح الكتمارس؟ اول حاجه لازم يسال احنا في يوم ايه. لو يوم حد يبقى هيتكلم عن كتمارس الاحد. احنا الاول عايزين نقول عندنا كام كتمارس في الكنيسه بحسب المواسم بتاعه الكنيسه. فيك 5 كتمارسات، في 5 كتب كتمارس في الكنيسه. الكتاب الاول هو كتمارس الاحد، الكتاب الثاني كتمارس الايام، الكتاب الثالث كتمارس الصوم الكبير، الكتاب الرابع كتاب الأسبوع البسخة، والكتاب الخامس كتاب الخمسين. فالشماس لما يجي الكنيسة يشوف النهاردة إيه؟ النهاردة يوم الحد، يبقى هيشتغل على كتمارس الأحد. لو النهاردة يوم من أيام الأسبوع وسط الأسبوع، يبقى هياخد كتمارس الأيام. لو في الصوم الكبير هيشوف اليوم دوت هو أن يوم في الأسبوع ويفتح على اليوم ده من الأسبوع بتاعه، يعني مثلا يوم الثلاث من الأسبوع الرابع، فيفتح يوم الثلاث من الأسبوع الرابع. والكتمارس البسخة نفس الوضع، كل يوم من أيام البسخة ليها قراءتها. وكتمارس الخمسين، 50 يوم، اليوم الأول، الثاني، الثالث من الأسبوع الأول، وبعد الأسبوع الثاني إلى نهاية الخمسين. بالنسبة لكتمارس الأيام، كتمارس الأيام بنفتح على اليوم، وممكن نلاقي أنه الكتمارس بيقول لنا أن اليوم دوت مثلا يكون يوم 13 بشنس على سبيل المثال. ممكن أفتح الكتمارس، يعني هنفتح مثلا دلوقتي على يوم، أنا فتحت دلوقتي زي يوم 2 هطور، فاتنين هطور يقول لنا تقرأ فصول اليوم 29 من شهر هطور. يبقى أنا فتحت على 2 هطور لأن النهاردة يوم وسط الأسبوع 2 هطور، فيبقى حلاقي أنه المفروض أفتح بداله يوم 29 من شهر هطور. بيسموها قراية محالة، قراءة محالة، أو قراية مستلفة بالتعبير الدارج. طب افرض أن يوم 2 هطور في سنة من السنين جه يوم حد، هندور على 2 هطور او 29 هطور؟ لا، هنفتح كتمارس الاحاد لان ده كتاب تاني، واشوف الحد ده يوم 2 هطور ده يوم حد، يبقى هيبقى الحد الاول، فافتح الحد الاول من شهر هطور. كل شهر ليه 4 قرايات، هي القرايات بتاعة الشهر دوت، فيبقى الحد الاول، الثاني، الثالث، الرابع. نيجي لو شهر من الشهور فيه يوم حد خامس. حد خامس يعني ايه؟ يعني بعد الاربع احاد اللي بيجوا في كل شهر، كان يوم 29 او يوم 30 من الشهر القبطي جم يوم حد، فنقرأ قراية بتاعة الحد الخامس. ايه بقى قراية الحد الخامس؟ في اول 6 شهور من السنة، من شهر توت لشهر امشير، لما يجي يوم حد في 29 أو 30 من الشهر القبطي، نقرأ الفصول بتاعة الحد الثاني من شهر أمشير. في الثاني شهور، في الثاني 6 شهور من السنة، يعني من شهر برمهات لشهر مصر، نقرأ قرايات الحد الخامس. في قراية اسمها قراية الحد الخامس، دي تتقرأ في الشهور من شهر برمهات لشهر مصر، اللي هم 6 شهور التانية من السنة. في 6 شهور الأولين نقرأ الحد التاني من شهر أمشير.